صباح الخير لارا، صباح الخير شاهد، صباح الخير صباح الزائر الأبيض، وصباح بركات السماء، وصباح الأمطار الحلوة الحمد لله اللي الله أنعم علينا في هذا الوطن الحبيب. صباحكم ورد يا وكلون وياسمين، صباح الزائر الأبيض. رعد، احكي لنا كيف الأجواء عندكم بمعان، الهطولات الثلجية، التراكمات، قديش سمك الثلج، احكي لنا أكثر عن تفاصيل الحالة عندكم في معان. الحمد لله، يعني شاهد امبارح يعني غطى الزائر الأبيض جميع مناطق محافظة معان، بدءا من وادي موسى مرورا بالشوبك، بقرى النعيمات، بالنقب، بقرى النعيمات، يعني بمنطقة المريغة، يعني جميع مناطق المحافظة الحمد لله ولله الحمد يعني زارها الزائر الأبيض، وكان يعني يوم مميز حقيقة. الناس انبسطت امبارح من نعمة السماء، أمطار غزيرة أيضا شهدتها مدينة معان، أيضا حسينية، أيضا جميع مناطق المحافظة والحمد لله. الآن يعني عمدت الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الأمن العام والدفاع المدني وأيضا الأشغال العامة وأيضا الدرك وهندسة البلديات وسلطة إقليم البتراء لفتح الطرق في جميع مناطق المحافظة. تعرفي بالأمس كان هناك انجماد لحالة الطرق، عدد من الطرق تم حقيقة إغلاقها بسبب الانجماد وتراكم الثلوج، لكن لله الحمد منذ الصباح الباكر بلشت الأجهزة المعنية حقيقة بفتح هذه الطرق، وإن شاء الله تعود المياه المجاريها خلال الساعات القادمة إن شاء الله. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اليوم إحنا سنكون معكم من مستشفى معان الميداني، هذا المستشفى المجهز حقيقة. إحنا رحنا للمستشفى دون سابق انذار، لحالنا رحنا ما معهم خبر، اتفاجأوا بوجودنا الجهات ذات العلاقة، وجدنا كل شيء ما شاء الله الكريم. بالأمس جلالة الملك يعني أكد على أن يكون هناك تناغم بين الجهات المختلفة بالعمل لخدمة الوطن والمواطن، أيضا يعني شدد على أن يكون مستشفيات حقيقة أن تكون جاهزة للعمل، وشدد على قضية الأكسجين في مستشفيات الميدانية. لحديث أكثر حول هذا الموضوع معي على الهواء مباشرة الدكتور حسين كريشان، وهو مدير مستشفى معان الميداني. صباح الخير دكتور، نصب على لارا وشاهد بطريقتك الخاصة. يسعد صباحكم جميعا، صباح الوطن الغالي على قلوبنا، وصباح المشاهدين، وصباح أسرة التلفزيون الأردني، أهلا وسهلا فيك دكتور. احنا جيناك وتفاجأت فينا اليوم بهذا الصباح المميز، حبينا نتفاجأ يعني حبينا تطلعنا عطوفتك عن واقع مستشفى معان الميداني، مدى جاهزيته لاستقبال مرضى كورونا. طبعا أهلا وسهلا فيكم. تم عمل خطة طوارئ تحسبا للمنخفض الجوي الذي يمر على المملكة الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله تكون أمطار خير. خطة الطوارئ تتكون من كوادر إدارية وطبية وفنية متواجدة على مدار الساعة. طبعا تم تزويد المستشفى بكافة اللوازم والاحتياجات اللازمة وضرورية بمخزون احتياطي تحسبا للمنخفض الجوي من أكسجين ومياه وأدوية للمرضى وتغذية والأمور الكاملة إن شاء الله. تحدد دكتورة كم عدد المصابين بكورونا الآن؟ اطمن السادة المشاهدين كيف عملية السلامة والأمن يعني من هذا الفيروس اللعين. أيضا نتحدث بشكل عام عن جاهزية القصوى لهذا المستشفى وسعة هذا المستشفى. طبعا نسبة الإشغال الآن متواجدة في المستشفى من مرضى 3%، عندنا تقريبا 5 مرضى جميعهم بحالة مستقرة، وضعهم مستقر. عملنا غرفة عمليات مصغرة واتصال وبتنسيق مع وزارة الصحة واتصال مباشر مع الأجهزة الأمنية وإدارة الأزمات لاستقبال المرضى ومع الدفاع المدني. طبعا جهزنا جميع الأسرة تحسبا لاستقبال الحالات، وطبعا الحمد لله احنا جاهزين في اي وقت وعلى مدار الساعة لاستقبال الحالات كورونا. الحمد لله. تحدث عن خزانات الوقود، هذا الخزان المهم حقيقة، يعني سيدنا جلالة الملك بالأمس أوعز يعني الجميع المعنيين بأن يكون المستشفيات الميدانية حقيقة على هبة الاستعداد لاستقبال المرضى، وأن يكون يعني الخزانات هناك احتياطيات، ما يكون هناك نقص في الأكسجين. طبعا كمية الأكسجين المتوفرة في مستشفى معان الميداني تقريبا 27,000 لتر من الأكسجين، ومخزون من الأسطوانات الأكسجين 265 أسطوانة ممتلئة كاملة. طبعا خزان الوقود 2500 لتر كافي لتشغيل مولدات الكهرباء على مدار يومين متتاليات، ومخزون المياه 60 متر مكعب من المياه. يعني الأمور الحمد لله كلها
جاهزة. ما في أي نواقص بالمستشفى دكتور؟ أكيد ما في أي نواقص، والحمد لله الكوادر متواجدة، والأمور الفنية والأمور الطبية كلها تمام الحمد لله. بنتحدث دكتور يعني بإيجاز عن فيروس أوميكرون. هذا الفيروس يعني شديد الانتشار، لكنه يعني قد يكون أعراضه بسيطة دكتور، يعني بحكم أنه المستشفيات الحمد لله لم تصل للساعة المطلوبة، لكن الحمد لله بوعي المواطن أنه أوميكرون الحمد لله لم ينتشر بشكل كثير لكن أعراضه بسيطة. طبعا الحمد لله، يعني كمية أو نسبة المصابين بأوميكرون أعلى من الدلتا والفيروسات قبل، ولكن الحمد لله الأعراض بسيطة وممكن متابعة المريض في المنزل. دكتور نتحدث يعني آخر شيء، نصائحك للمواطنين في محافظة معان، طمن الإخوة في المحافظة إنه الحمد لله يعني الإصابات قليلة جدا. الحمد لله نسبة الأشغال في المستشفى كما ذكرت سابقا يعني من 3-5%. يعني أرجو إنه جميع المواطنين والأهل أن يلتزموا بأوامر الدفاع، التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة، والمحافظة على صحتهم إن شاء الله. كل الشكر لعطوفة الدكتور حسين كريشان وهو مدير مستشفى معان الحكومي على هذه السرد لهذا المستشفى المميز حقيقة الذي يقع بحرم مستشفى معان الحكومي. بعد قليل سنكون مع مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد للحديث عن مدى جاهزية المستشفى لاستقبال حالات المختلفة غير إصابات كورونا. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. إن شاء الله الله يديم علينا وعلى الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل الرعاية الهاشمية، وإن شاء الله راجعين إلى كلارا وشهد، وصباحكم ورد وفل وياسمين وزائر أبيض كمان، صباح الورد الوطن الأجمل من هنا من مستشفى معان الحكومي.